طب ده كله ليه بيحصل وازاي انك تقدر تتغلب عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ رب تكونوا بخير. معاكم عم شعراوي، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع قليل قوي الناس اللي اتطرقت ليه، وهو المشاعر السلبية اثناء خسارة الدهون. ليه انت دايما لما تيجي تبدا تخسر دهون بيبدا يظهر لك مشاعر سلبيه، سواء انت بتخسر الدهون كاول مره تعمل دايت، او شخص مثلا كل مره بيفضل يخسر الدهون بس اول ما بيوصل عند الدهون العنيده ما بيقدرش يكمل. طيب نبدا نفهم ليه ده بيحصل، ولما انت تكون عندك وعي ليه الموضوع ده بيحصل معاك، ده يخليك تقدر تعدي المرحله دي. دايما كده وانت بتيجي تخسر الدهون، سواء الدهون العنيده او انت لسه في الاول، بتلاقي بعد فترة مثلا اسبوع 5 6 ايام بتحس ان في مشاعر سلبية بدأت تطلع لك، زي مثلا انك حاسس انك جعان وانت لسه واكل، انت فعليا مش جعان بس حاسس انك عاوز تقوم تاكل، حاسس ان في حاجة زي ما تقول بتزقك مثلا انك تروح تاكل، او مثلا نفسك في سكريات مع انك لسه واكل فاكهة، انت مش نفسك في سكريات بس حاسس انك في حاجة ناقصة عاوز تاكلها، عاوز تاخدها، وفي نفس الوقت الحاجة دي اصلا مش ناقصة. او بتجيلك شعور يا عم كل هو اللي خسه عمله ايه، كده كده هترجع تزيد تاني، روح افتح كل مش فارقه معاك. او مثلا يطلع لك عزومه مثلا، اول ما تيجي تعمل الدايت مثلا وقلتك تعمل اكل، لا تلاقي واحد صاحبك اللي عمره ما عزمك بدا يتصل بيك يقول لك تعال نبدا ناكل. طب ده كله ليه بيحصل وازاي انك تقدر تتغلب عليه؟ عشان تفهم الموضوع ده، في حاجه كده في جسمك اسمها دائره الارتياح، والليفل اعلى منها للناس اللي عاوزه تتعمق فيها اكتر في علم النفس اسمه البارادايم. بكل بساطة انت جسمك لما يجي يبدأ يعمل اي حاجة هو عاوزها، جسمك بيبدأ يحول الحاجة دي الى عادة. بمعنى انت النهاردة مثلا جسمك كان 100 كيلو، فخلاص الجسم متعود ان هو بقى 100 كيلو، متعود ياكل الاكل الضار، بدأ يتأقلم عليه، او مثلا ما بقاش فيه زيادة، تلاقيك بتخس كيلو او تزيد كيلو وانت على نفس الوزن وعلى نفس الاكل الضار. لما انت دي تبدا تغير العاده دي، مثلا انا والله هبدا اكل اكل صحي، او لو انت حتى مثلا بتسهر، لا ده والله انا هبدا اصحى بدري، طبيعي في الاول جسمك بتحس اللي هو بيحاربك. الجسم بيحاربك عن طريق دي مراحل كتيره باذن الله هنبدا نتكلم عنها لما نعمل جروب خس من غير ما تحس باذن الله. تابعوا القناه والصفحه، هبدا انزل عنه تفاصيل قريب. بس عشان نبدا نفهمها اكتر، هي متقسمه على كذا مرحله، كل اسبوع جسمك بيبدا يقاومك بحاجه شكل. بس اللي احنا نبدا نتكلم عنه النهارده هي المشاعر السلبيه. لما انت دي تبدا في الاول، خلاص انا النهارده خلاص هبدا انقل، او هبدا اعمل دايت، او هبدا اخد اي خطوه جديده في حياتي مش شرط الدايت، بتلاقي ان المشاعر السلبيه دي بتبدا تظهر عندك، زي الجوع مثلا زي ما انا قلت، او القلق او التردد، يا عم لا ما تكملش، او مثلا بعديها يبدا تلاقي عزومات الى اخره. فانت لازم تبدا تقاوم الحاجه دي في الاول، دي حاجه طبيعيه الجسم بيعملها لك عشان يحافظ على العاده اللي انت حطيته فيها. بمعنى طيب هديك برضو مثال تاني كده توضيحي. لو انت كنت مشيت على دايت فتره معينه مثلا لمده 20 يوم او شهر، بعديها لو جيت تبوظ تحس بعديها ان مشاعر سلبيه بدات تطلع، زي التانيب الضمير، ده انا ليه بوظت الى اخره، وفي نفس الوقت تلاقي بطنك وجعتك، مما يدل على ان الاكل دوت كان بعيد عن المدار. حتى لما مثلا لما تيجي تعمل ريفيت باكل صحي بكميه عاليه شويه عن الطبيعي، بتحس ان بطنك وجعتك، حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، حاسس بالخملان الى اخره. ليه؟ لان انت جسمك حطيته في حاجه اسمها دائره الارتياح، حاجه اسمها البارادايم، انت زنقته في حاجه معينه، قلت له انا عاوز دي تبقى العاده بتاعتي، عاوزك تحافظ لي عليها. فانت لما تيجي تبدا تعمل فيها خلل، جسمك بيبدا يحاربك زي ما انا قلت بالمشاعر السلبيه. طيب نرجع بقى لموضوعنا. جسمك دلوقتي انت في بدايه خساره الدهون العنيده، او في بدايه خساره اي دايت، طبيعي دلوقتي يبدا يظهر لك مشاعر سلبيه زي ما انا اتكلمت في الموضوع ده. انا جاي اوضح لك هنا ان ده جسمك بيحاول يعمله لك عشان تبدا تقع وتغير. عشان كده دايما يجي يقول لك اللي عاوز يخس محتاج شويه اراده، يقول لك اصبر بس اسبوع اسبوعين وبعدها تلاقي الموضوع اختفى، وبقى الموضوع خلاص انت اصلا مش حاسس او مش عاوز تاكل اكل الضار. يعني مثلا الناس في المتابعه ممكن يبقى اول اسبوع احنا بنبدا نركز على انه مثلا يبدا يشبع الاول، ياكل الاكل الصحي، نفسه في فواكه، نفسه في مكسرات الى اخره. بعد ما بتبدا تظبط له النفسيه بيجي يقول لك والله انا حاسس ان انا واكل، مفيش جوع، باكل اللي نفسي فيه، بس حاسس ان انا بعدت مثلا عن اكل مكرونه بشاميل او جليش، حاسس ان انا عاوز اكلها بس انا ماليش نفس ليها، بس حاسس في حاجه انا عاوز اكلها. فانت بتدي له الدافع لا كمل. بعد اسبوعين ثلاثه بيبدا يستاذنك هو في وجبه فري، فبتقول لا ده بصبر كمان اسبوع. بعد 3 اسابيع خلاص العاده بتبدا، خلاص ساعتها كملت عنده. فهو لو استاذن ساعتها ممكن تقول له كل وجبه، بعدها يبدا يقول لك انا كنت متوقع ان انا ابدا اكل مثلا خلص الصينيه
كلها، او اكل مثلا البيتزا كامله يقول لك والله اكلت قطعه واحده ولا قطعتين ومش قادر اكمل تاني، حاسس ان بطني وجعتني، حاسس ان انا مش مستريح، لان هنا جسمك دخل في مرحله تانية. انت قعدت من 21 يوم وفي بعض العلماء قالوا لحد 19 يوم هتقدر تغير الجوع عندك، هتقدر تتغلب على المشاعر السلبيه دي وتقدر تكمل، خصوصا الناس اللي بتبدا تخسر معايا الدهون العنيده. بيجي يبدا يخسر اسبوع الاول تمام، الاسبوع الثاني تمام، يبدا يقول لي انا تعبان حاسس بهمدان. طبعا لو انت ماشي على دايت قاسي اللي هو 600 سعره 800 سعره ده هيحصل لك، انما انت ماشي مثلا على دايت مقلل شويه السعرات مثلا عن الرقم المعتاد اللي هو 1700 1800، تاكل 1400 1500 1600، طبيعي انك تبدا تحس بتعب الى اخره. بس لما انت ماشي صح، احنا مظبطين عمود الالكترولايت، مظبطين الكالسيوم والمغنيسيوم الى شويه حاجات تانية، انت التعب الهمدان الى اخره ده دي حاجه مش طبيعيه، الا لو انت مزود التمرين اوفر او مزود الكارديو اوفر. انما انا بتكلم عن الناس اللي ماشيين تدريجي، فانت ساعتها في الفتره دي بيبدا جسمك عاوز يحاربك. انت النهارده وصلت ل 12% عمرك ما وصلت لها، احنا عاوزين بس نوصل لكمان 8% 3 4 اسابيع كمان، فجسمك مش متعود على كده، فبيبدا يديك زي جنريت كده للمشاعر، انا حاسس ان انا متضايق، انا حاسس ان انا متنرفز، لا انا جعان جدا، طيب ده كل سلطه، لا انا مش عاوز اكل سلطه، انا عاوز اكل سكريات، ده كل فراوله، الفراوله كويسه سعراتها قليله، ياكل فراوله بعديها، لا انا شبعت من السكريات بس انا عاوز يعني عنده احساس اللي هو لا انا عاوز ابوظ. فانا هنا باجي اقول له لا كمل اصبر، وفي نفس الوقت هنا بتبدا انت تظبط له شويه حاجات في الدايت عشان يقدر يعدي المرحله دي. مجرد انك قدرت ان المشاعر دي لما حصلت لك قدرت تعديها بسلام، هتقدر ساعتها تكون العاده عندك وتبقى العاده دي هي قوتك، بحيث لما انت تيجي تبوظ ما تقدرش تكمل وترجع تاني على الدايت، وبحيث حتى لو انت بوظت يوم او يومين تحس بتانيب ضمير، تحس بمشاعر سلبيه، فتبدا تحافظ عليك اصلا انك تستمر في الدايت. وعشان كده دايما اللي بينجح في اي دايت ان ياخد الدايت اسلوب حياه، بمعنى انا عاوز اغير نفسي الافضل، انا ببدا تدريجي وابدا واحده واحده واحده. بس للاسف هنا الناس في المتابعه او في الشرق الاوسط هم عامه عاوز يخسر مثلا اكتر كميه ممكنه في اقل وقت ممكن، فبالتالي هو هنا ما بيلحقش يعمل عادات كويسه، فده بيؤدي ان بعد ما يخسر الدهون يرجع يكسبها تاني الا ناس قليله جدا لا تتعدى 10%. فانت هنا بكل بساطه اعرف ان المشاعر دي نتيجه ان جسمك بيحاول يكسر لك العاده القديمه، ان بيجي يقول لك هنا والله بالرغم ان انت بتخسر 100 كيلو، انت عندك مثلا 20 كيلو دهون او انت عندك 20 كيلو دهون زياده، جسمك بيجي يقول لك انا عارف ان الدهون دي مثلا انت عارف ان هي غلط الى اخره، ولما تخس هتحسن صحتك وهتزود ثقتك في نفسك الى اخره، بس هنا جسمك هو متعود على الغلط فبيبدا يعمل لك مشاعر سلبيه على الغلط. مجرد لما انت تبدا تتخطاها، انا عملت الفيديو ده عشان تبقى انت فاهم، انا عندي وعي والله، اول ما تبدا تطلع اهلا بيكي، انا فهمت الموضوع خلاص، لا انا هكمل، وفي نفس الوقت انت مكمل بطريقه صحيه مش ماشي على دايت قاسي، هتبدا تعدي المرحله دي وتبدا توصل لهدفك وتوصل لانك تخسر الدهون العنيده، او لو انت وزنك 100 كيلو او اوفر قدرت خلاص انك تسيطر على موضوع المشاعر السلبيه وبدات تدخل في المود وبدات تاكل اكل صحي، مفيش مشكله خالص انك كل فتره بتبوظ او بتعمل ريفيد الى اخره، احنا بشر، لو انت فضلت 100% ماشي صح يبقى انت كده بقيت ملاك، فطبيعي جدا انك كل فتره مثلا تبوظ، بس في نفس الوقت لما تيجي تبوظ هتحس بعديها بتأنيب الضمير، لا والله الاكل كان غلط، طب خلاص انا بعد كده لو عاوز ابوظ يبقى مجرد ادوق مثلا بدل ما كنت باكل مثلا البيتزا كامله، او بدل ما كنت باكل صينيه المكرونه بشاميل، لا والله انا اخد لي قطعه او قطعتين اخليهم كمان في ايام مثلا اللي فيهم تمرين عشان استفاد بيهم اكتر. هتلاقي جسمك وعقلك بيبدا يفكرك بحاجات صحيه او تقلل من الاكل الضار ده على قد ما انت تقدر، بحيث انك تعيش حياه صحيه سعيده في نفس الوقت تبقى لايف ستايل اسلوب حياه عندك. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لك ان المشاعر دي حاجه طبيعيه، جسمك بيحاربك زي ما انت فهمت، حاول تتخطاها، مجرد انك تتخطاها باذن الله هتلاقي الموضوع بقى عاده ليك، بقيت انت تقدر تسيطر على نفسك. طبعا الموضوع متعمق اكتر من كده وباذن الله هنبدا نشرحه في الجروب اللي احنا هنعمله، بس لو انت عاوز تتعمق فيه اكتر هتلاقي حاجه اسمها البارادايم. البارادايم دوت انا يعني شفته داخل جزء من كورسات علم النفس، فانت ممكن تعمل عنه سيرش على جوجل وهتلاقي طبعا عنه حاجات كتيره جدا ممكن تبدا تفهمها، وهو عقلك اللاواعي الى اخره، بس انا حبيت اعمل الجزئيه دي عشان كان في ناس في المتابعه اونلاين بيجي في جزء خساره الدهون العنيده يبدا يقول لي انا حاسس ان انا لا مش مظبوط الى اخره، اللي هي المشاعر، فانا حبيت اوضحها، وبنفس الوقت الفيديو ينزل لكل الناس تبقى فاهم هو ليه جسمه بيعمل معاه كده وازاي انه يقدر يسيطر عليه. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت عاوز تتابع معايا في المتابعه الاونلاين هتلاقي التفاصيل في صندوق الوصف، لو انت عاوز تتابع معايا في طنطا برضو هتلاقي ارقام طنطا في صندوق الوصف. كان معاكم عمرو شعراوي في رعاية الله، السلام عليكم.